3714 طالب وطالبة في مواجهة امتحانات الثانوية العامة اليوم. الفلسفة والاستاتيكا والأحياء. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم محمد طه من محافظة البحر الأحمر. بنرصد لحضراتكم لحظات القلق والتوتر لطلاب الثانوية العامة قبل دخول امتحانات مادة الفلسفة والاستاتيكا والأحياء. مشاهدينا الكرام، وزي ما حضراتكم بتتابعوا معانا من خلال تلجراف مصر، بنرصد لحضراتكم عمليات دخول الطلاب وانتظار أولياء الأمور على الجانب الآخر، وعمليات التفتيشات تسير بسيولة ويسر، وهناك انتشار أمني مكثف. 3714 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات اليوم، موزعين على 13 لجنة بدءا من مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر حتى هيب وشلاتين جنوبا. وكما نلاحظ مشاهدينا الكرام، مشاهدي تلغراف مصر في كل مكان، بنرصد لحضراتكم عمليات دخول الطلاب وحالة من القلق والتوتر. تنتاب أولياء الأمور على الجانب الآخر كما نشاهد مع حضراتكم من خلال هذا البث المباشر الذي يأتيكم من تلغراف مصر. يعني ندعو الله سبحانه وتعالى التوفيق لهم وأن يسدد خطاهم في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة لتلك هذه الشعب. مشاهدينا الكرام، والآن تسير عمليات التفتيشات يعني بسيولة ويسر كما نشاهد مع حضراتكم من خلال تلغراف مصر. مشاهدينا الكرام في كل مكان، ندعو الله سبحانه وتعالى بالتوفيق لهم ويسدد خطاهم. مشاهدينا الكرام، وحالة من القلق والتوتر تنتاب أولياء الأمور، ويعني مراجعات، وهناك يعني حالة من القلق والتوتر قبل دخول الامتحانات. مشاهدينا الكرام، ندعو الله سبحانه وتعالى التوفيق لهم وأن يسدد خطاهم بكل خير. بنذكر حضراتكم 3714 طالب وطالبة يعني من لهم الحق في أداء امتحانات الثانوية العامة لهذه الشعب لمواد الاستاتيكا والأحياء والفلسفة، وهناك يعني سيولة ويسر في عمليات التفتيش قبل دخول امتحانات الثانوية العامة كما نشاهد. وبنرصد لحضراتكم من أمام مدرسة أو لجنة محمد الطيب الرسمية لغات في مدينة الغردقة. مشاهدينا الكرام، وهناك سيولة ويسر وعمليات التفتيش، عمليات دقيقة تشهدها لجان الثانوية العامة في محافظة البحر الأحمر. مشاهدينا الكرام، وهناك يعني بنرصد لحضراتكم عمليات دخول الطلاب وحالة من القلق والتوتر تنتاب أولياء الأمور والطلاب قبل دخول الامتحانات. ندعو الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسداد وأن يسدد خطاهم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، قلق وتوتر قبل دخول لجان الامتحانات. مشاهدينا الكرام، مشاهدي تلغراف مصر، وهناك ترقب من أولياء الأمور قبل دخول الامتحان. بنرصد لحضراتكم دخول الطلاب وسط حالة من القلق والتوتر والمراجعات النهائية من أمام لجان الثانوية العامة بمحافظة البحر الأحمر وتحديدا في مدينة الغردقة. مشاهدينا الكرام، مشاهدي تلغراف مصر في كل مكان، يعني بيتم مراجعات نهائية للطلاب قبل دخول لجان الامتحانات الثانوية العامة. ولدينا 3000
3714 طالب وطالبة من لهم الحق في امتحانات الثانوية العامة، موزعين على 13 لجنة على مستوى محافظة البحر الأحمر، بدءا من مدينة رأس غارب حتى حلايب وشلاتين جنوبا. مشاهدينا الكرام، اليوم يؤدون امتحانات الفلسفة والاستاتيكا والأحياء، ويعني لحظات، يعني اللحظات الأخيرة والمراجعات النهائية. مشاهدينا الكرام، زي ما بنرصد لحضراتكم يعني قلق وتوتر ومراجعات نهائية للطلاب قبل دخول الامتحانات، وزي ما حضراتكم بتتابعوا معانا من خلال تليجراف مصر. مشاهدينا الكرام في كل مكان، اللحظات الأخيرة والدقائق الأخيرة لطلاب الثانوية العامة، مشاهدينا الكرام في كل مكان، بنرصدها لحضراتكم من خلال تليجراف مصر، وعمليات التفتيش تسير بسيولة ويسر، وتوافد الطلاب على لجان الثانوية العامة لأداء امتحانات الفلسفة ومادة الاستاتيكا والأحياء. مشاهدينا أكرام في كل مكان، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبناؤنا طلاب الثانوية العامة، وأن يسدد خطاهم مشاهدينا الكرام في الأيام الأخيرة لامتحانات الثانوية العامة. بنذكر حضراتكم لدينا 3714 طالب وطالبة، وزي ما حضراتنا بنتابع من خلال تليجراف مصر حالة من القلق والتوتر لطلاب الثانوية العامة. مشاهدينا الكرام، بنرصد لحضراتكم توافد طلاب الثانوية العامة. مشاهدينا الكرام، كما بنرصد لحضراتكم مشاهدينا الكرام أجواء ومراجعات نهائية زي ما بنتابع مع حضراتكم من خلال تليجراف مصر حالة من التوتر والقلق. تنتاب أولياء الأمور الطلاب أمام لجان الثانوية العامة، ندعو الله سبحانه وتعالى التوفيق لهم وأن يسدد خطاهم. مشاهدينا الكرام، 3714 طالب وطالبة من لهم الحق في أداء الامتحانات الثانوية العامة هنا في محافظة البحر الأحمر، موزعين على 13 لجنة في محافظة البحر الأحمر بدءا من مدينة رأس غارب حتى حلايب وشلاتين جنوبا. مشاهدينا الكرام، قلق وتوتر لدى أولياء الأمور والطلاب قبل دخول امتحانات الثانوية العامة وأداء امتحانات مادة الفلسفة والاستاتيكا والأحياء. مشاهدينا الكرام، كما بنرصد لحضراتكم يعني توافد الطلاب ويمسكون بالمذكرات، و يعني مشاهدينا الكرام في كل مكان، كنا معكم من محافظة البحر الأحمر، بنص لحضراتكم لحظات توافد الطلاب قبل أداء امتحانات الثانوية العامة لمواد الفلسفة والاستاتيكا والأحياء. مشاهدينا الكرام، والقلق ينتاب على أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة. مشاهدينا الكرام في كل مكان، مشاهدي ومتابعي تلغراف مصر في كل مكان، كنت معكم محمد طه من محافظة البحر الأحمر، شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.